النهاردة بتمر ذكرى رحيل الفنان أحمد رمزي اللي رحل عن عالمنا سنة 2012. اشتهر الحقيقة أحمد رمزي بأداء دور الفتى الشقي الوسيم، هو فتى الشاشة كما لقبوه أحمد رمزي. طبعا حياته الفنية كانت مليانة بالعديد من الأعمال ومن الإبداعات المختلفة، وكان أول بطولة ليه في فيلم أيامنا الحلوة مع صديقه الفنان الراحل عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبد الحليم حافظ، وطبعا سيدة الشاشة فاتن حمامة. اللي ينطلق بعد كده أحمد رمزي إلى سماء الفن بشكل موسع وانتشار كبير جدا. قدم أحمد رمزي للسينما أكثر من 100 فيلم في 20 عام هي عمر حياته الفنية. من الأفلام دي طبعا وسيد الخلية، تمر حنة، جدعان حارتنا، ابن حميدو، شلة المراهقين، العريس يصل غدا، السبع بنات، الشيطانة الصغيرة، وغيرها من الأفلام. اعتزل رمزي بعد كده السينما لسنوات طويلة جدا من أواخر السبعينات، ورجع بفيلم سنة 95 اسمه قط الصحراء، وبعد كده رجع سنة 2000 شارك في بطولة آخر أفلامه في السينما الوردة الحمراء مع يسرى. رمزي قدم للشاشة الصغيرة بعض الأعمال الفنية زي وجه القمر مع سيدة الشاشة، وسنة 2007 قدم مسلسل حنان وحنين مع عمر الشريف، وبعد كده قدم برنامج على إحدى القنوات الفضائية مع أحمد السقا اسمه الأستاذ والتلميذ. عامة أحمد رمزي فنان من طراز خاص، ويمكن حاول العديد بعد كده من الفنانين من أجيال تانية وكمان يمكن أجيال جديدة جدا أن هم يقلدوا أداؤه. أحمد رمزي النهاردة بنحيي ذكراه رحمه الله. وسامة وخفة ظل صفات تميز بها الدنجوان فارس أحلام فتيات جيله وفتى الشاشة، إنه الفنان أحمد رمزي أحد أبرز نجوم السينما. وفيه بنت في الدنيا تقدر تقاوم نظراتك النفاذة وابتسامتك السحرة؟ لا توجد. أهو حاضر، اسمع انت وريها لي ومالكش دعوة. لا بعربك خليك بعيد، دي بنت من عيلة وانت مالكش بالحاجات. ولد رمزي لأب مصري وأم اسكتلندية، وذلك في 13 مارس عام 1930 بالقاهرة. تولت والدته الأعمال العائلية عقب وفاة زوجها بعد خسارته لثروته في البورصة، فعملت كمشرفة على طالبات كلية الطب. درس رمزي بمدرسة الأرمان إلى أن التحق بكلية الطب ل3 سنوات، لكنه تركها والتحق بكلية التجارة التي لم يكمل تعليمه بها بسبب تعلقه بعالم السينما والرياضة. وفي عام 1955 اكتشفه المخرج حلمي حليم وعرض عليه العمل في السينما ليقدم أول أدواره في فيلم أيامنا الحلوة، وكان بترشيح من صديقه الفنان عمر الشريف ليكون هذا العمل الانطلاقة القوية في مشواره الفني. خلال مسيرته الفنية قدم الفنان أحمد رمزي أعمالا سينمائية متنوعة وصلت إلى 100 عمل، أشهرها أيام وليالي وصراع في الميناء والقلب له أحكام وابن حميدو. فضل سرايا حضرة الضبط. شك قادي حضرة الصول. صول صابت صابت قهوة قهوة ما شويش عطية. حاضر فينا. تجيب القهوة بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر فينا. ازاي الكلام ده؟ ملازم اول حسن محمود وصول حميد السيد، ازاي تفضلوا ساكتين لغايه ما تباتوا في السجن؟ اصل احنا في ماموريه سريه وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك، وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا ماموريه. وغيرها من الاعمال قبل ان يقرر الابتعاد عن الفن والاتجاه للتجاره، لكنه عاد بعد تراكم الديون عليه وظهر في مسلسل وجه القمر مع الفنانه فاتن حمامه، وشارك في فيلم الورده الحمراء، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في مسلسل حنان وحنين عام 2006. تزوج الفنان أحمد رمزي 3 مرات، كان أولها زوجه من عطية الدرملي التي أنجب منها ابنته الكبرى بكينام، ثم تزوج للمرة الثانية من الفنانة نجوى فؤاد، لكن زواجهما لم يستمر سوى 17 يوما حتى تزوج المرة الأخيرة من والدة أبنائه نائلة ونواف. وفي 28 سبتمبر عام 2012 توفي الفنان أحمد رمزي عن عمر يناهز 82 عاما إثر جلطة دماغية شديدة، ليرحل جثمانه وتبقى أعماله الفنية باقية مخلدة ذكراه.